احنا عايزين مكان بقى يا باشا يبيع عربيات مستعملة وجديدة وتكون اقل من سعر السوق. عربيات مستعملة وجديدة وتكون وجديدة اقل من سعر السوق. واقل من سعر السوق والمستعمل مكشوف عليه؟ بالظبط. وعلى ضمانتي؟ وعلى ضمانتك. عارف المقطم؟ عارف المقطم. اللي احنا واقفين فيه؟ عارف. تعالى اوريك. يلا بينا. بص يا باشا. قول يا باشا. رانج روفر فيلار 2024 ار دايناميك بي 250 كامله كل حاجه بلاك اديشن زيرو ما رخصتش صالون الاوف وايت اللون الاسود. العربيه دي في المعرض في اي حته في اي حته في مصر. العربيه دي بتعمل 6 300 6 400 6 500. تمام. موجوده بعون الله ب 5 800. جميل. ارخص ولا مش ارخص؟ ارخص طبعا. اللي بعده بي ام دبليو اكس 1. العربيه دي تعتبر تاني فئه بس دي موديل 23 زيرو ما رخصتش يعني اللي هياخدها برضه هيبقى اول رخصه. طبعا العربيات دي كلها اوروبي. كل ده اوروبي. تمام. كل ده اوروبي. تمام. خلاص العربية دي في السوق بتسمع 3 وبتسمع 2 900. احنا بعون الله 2 700. ما شاء الله. تمام. حلو الكلام؟ حلو. تعالى اللي بعد. انا شايف العربية دي مميزة من اول ما دخلت. دي ما فيش منها بقى اصلا. اه. خلاص؟ دي الكيا الكيسري او السيراتو. تمام. دي جي تي لاين. فيها ساوند سيستم جي بي ال. العربيه دي موديل 22 عليها فيلم حمايه اكسبل. دي مستورده برضه يا باشمهندس؟ دي استيراد جايه من الامارات. تمام. ومرخصه يعني ما فيش مشكله كانت جايه على مبادره. اه. وترخصت والعربيه زي ما انت شايف كده ولا كلمه. تمام. عربيه جي تي لاين. الجي تي لاين دي يعني انت لو بصيت بص على الكرسي مثلا بص الكرسي جي تي لاين. تمام. خلاص فالعربيه دي ما فيش منها اصلا في مصر اصلا. جميل. ماشيه تقريبا 18000 كيلو فيعني ما فيش حاجه. كام سعرها؟ سعر العربيه دي اللي زيها لو جينا نقارنها مثلا بالسي ان 7. سي ان 7 دلوقتي مثلا بتتباع في رينج ال 2 مليون 200 مثلا. دي ب 2 مليون جنيه. ما شاء الله. ما فيش اختها. تعالى اللي بعده بقى. العربيه دي عليها بروتكشن فيلم. عليها بروتكشن اكسبل وعليها صالون وفيها صالون انيو سيراميك وعزل حراري وبلاك اديشن يعني معموله وجي تي لاين وكاليبرز باللون الاحمر. تمام. العربيه ولا كلمه. تمام. خلاص تعالى بقى هنا. طبعا كل ده فابريكا زيرو. تمام. دي بتشوف عليه بالضمان طبعا, طبعًا للعميل طبعًا وكده. طبعا يا باشا اللي هياخد مني عربيه من فرع المقطم انا اللي اضمنها له وبرده يكشف في اي حته. تمام. حلو الكلام؟ تمام. دي سي 220-22 استيراد من المانيا برضو اللي هياخدها اول ترخيص. عربية جاية على مبادرة مغتربين. تمام. كاملة كل حاجة. الجنط الكبير النايت باكج البانوراما الصالون الكهرباء فيها كل حاجة كل حاجة. تمام. السوق بيبيع العربية دي النهاردة ب4.5. تمام. العربية دي ب4. تمام. اللي بعده السوزوكي الحلوه دي. العربيه دي سوزوكي فرونكس 2024 بتتباع في التوكيل ب1.5 مليون بره التوكيل 1.6 مليون ومليون 700. احنا العربيه دي النهارده بمليون 300. يعني انت كده بتباع اقل من سعر التوكيل. اقل من سعر الرسمي بتاعها. اقل من التوكيل. وهل هي اصلا متوفره في التوكيل؟ يعني انت ورزقك بقى. بس برضو لو جينا نقول اللي في التوكيل بنزين بس دي مايلد هايبريد. تمام. دي نسخة دي مميزة جدا وسعرها حلو قوي على فكرة. تمام. وعربية حلوة جدا على فكرة. هنا بقى فورد اكسبيديشن 2013. عربية واقفة على حيلها في السوق بنسمع ال 2 مليون 400. العربية دي ب 2 مليون جنيه. الكيلومتر بتاعها قد ايه تقريبا؟ ماشية 110000 كيلو وعاملة كل الصيانات. واكشف براحتك زي ما انت عاوز. العربية فابريكا. وبالنسبة للضمان برضو الضمان ده انا برضو اضمن العربية ما فيهاش مشكلة خالص. يعني العميل يستلم العربية بالضمان منك انت لو فيها اي حاجة. بالظبط. وبرضو العربية هترخص اول العربية. طيب دي جاية خارج الضمان سفارة. الضمان تكون قد ايه يا باشمهندس؟ بص حضرتك انا اي عربية حد هياخدها مني بديله ضمان 3 شهور. تمام. على العربية. تمام.
ويعمل الصيانات على الموتور والفتيس وال طبعا جميع الاجزاء بتاعت العربيه الحاجات المهمه انا بطلنها لان انا اوريدي كاشف عليها تمام خلاص العربيه دي خارج صفاره فهيرخص اول مالك على طول جميل تعالى بقى هنا دي تويوتا برادو 2022 20000 كيلو العربيه دي فابريكا بالكامل العربيه دي في السوق بتسمع دلوقتي 5906 اعتقد ان التوكيل مش موفر اي برادو لا مفيش يعني. لا مفيش خلاص 5900 ل 6 مليون جنيه تمام العربيه دي بعون الله 5550 ما شاء الله ارخص من السوق بكتير تمام طيب الكيلومتر بتاعها قد ايه 20000 20000 كيلو 20000 تمام طيب بص بقى حضرتك طيب. الكلام ده كله موجود في فرع المقطم كورنيش المقطم الجديد كايرو كابيتال هاب خلف الاب داون كايرو اهو المكان اهو وبرده اللي عاوز اي حاجه لو ابعت لك اللوكيشن مفيش مشكله ابعت لك اللوكيشن واي حد يطلب اللوكيشن هبعت له اللوكيشن مفيش مشكله طيب انا برده عارف ان انت عندك خدمات ثانيه بتقدمها في المركز عندك اشرح لنا كده ايه الخدمات اللي موجوده نقدر نخدم على العربيات اللي العملاء هيشتروها ازاي تمام بالنسبه للبنت بروتكشن فيلم بالنسبه للصيانات بالنسبه للكاوتش والجنود الناس اللي عايزه تعمل ابجريد للعربيات بتاعها كل ده موجود أسوري. كل ده موجود كل ده موجود. موجود صيانات تمام كاوتشك بطارياتك كل ده تمام فيلم الحمايه تمام كار كير ديتيلينج تلميع كل ده موجود اي حد عايز اي حاجه من اللي احنا بنقوله ده موجود في فرع المقطم وما فيهوش اي مشكله تمام ارقام طيب. التليفونات هكتبها لكم واللوكيشن هكتبه عايز ايه تاني تسال عليه تاني بس عايزك بقى تفرجنا على المركز كده وتورينا الخدمات اللي بتتقدم شكل المركز عامل بي. ازاي واللوكيشن يلا بينا هنا طبعا دي منطقه الغسيل هنا الكار كير والديتيلنج والمغسله بص ده المكتب بتاع المعرض تمام وهنا البروتكشن وبروتكشن ورابنج ونانو سيراميك ونانو سيراميك وكل الديتيلنج بشكل عام كل الديتيلنج والبروتكشن وهنا الكاوتش والبطاريات هنا الصيانه تمام عشان هنا برضو الفرع ده فيه صيانه زي الصيانه ده مختص بالالماني يعني معظم العربيات الالماني معظم الالماني تمام طب احنا عندنا قسم هنا للسمكره والدهانات والكلام ده تعال هنا القسم ده بقى السمكره والدهان اي حاجه نفسك فيها بص يعني بص العربيات تعالى اوريك كم عربيه اللي احنا شغالين فيهم لا قدر الله اي عربيه فيها اي حاجه بالنسبه للعربيه دي كده طبعا هي هتترش العربيه دي جايه على اللحم كلها بنصفي كل الدهانات اللي عليها وبنبدا نشتغل عليها شغل سمكره وتتصفى تتصفى على اللحم زي ما انت شايف كده وبعدين تترش تمام خلاص برضو العربيات دي كل عربيه فيها تكه في الوش بتاع فاحنا قسم السمكره والدهان عندنا كل حاجه بالاجهزه بكل حاجه حتى شافت بي دي ار موجود دق على البارد موجود كل حاجه متاحه في قسم السمكره والدهان تمام ونطلع شغل رقم واحد تمام فاي حد هياخد عربيه او معاه عربيه هيخبطها ان شاء الله ما يقلقش ربنا يسترها يعني ما حدش يخبط حاجه شربت كوبايه الشاي الجميله وصليت على النبي ولا لازم اقول لك ماشي صلي بقى على النبي ومن الاخر كده كل اللي دار قدامك دلوقتي ده موجود في فرع المقطم وموجود برضو على فكره في فرع التجمع الاول بس احنا جايين النهارده بنتكلم على فرع المقطم بس ارقام التليفونات هتظهر قدامك على الشاشه اي حاجه تخطر في بالك اكتب لي في الكومنتات او اتصل على الارقام دي وعندنا عروض على الغسيل قويه جدا 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 وعايز اقول لك على حاجه ان احنا مش بنغسل باي حاجه لا احنا بنغسل بخامات محترمه جدا عشان تحافظ على صاج العربيه افلام حمايه موجود غسيل موجود كار كير موجود ديتيلينج سمكره ودهان ميكانيكا عفشه كشف بيع وشراء كل ده موجود هنا غير طبعا معرض العربيات قبل بقى ما تسيب الفيديو ده وتروح في اي حته قول لي ايه رايك في المكان صلى على النبي
لايك وشير، واشوفكم يا رب على خير. شريف ياسر اون تراك، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.